ازرع صبر حتى نبت لي الدم. خانوا سبع الفلا ما عاد فيهن دم. يابا بكرة بيعود السبع، يابا بكرة بيعود السبع وتجري بحور الدم. وبليلة معتمة فيها الديوك تصيح، فيها يشي بالطفل والنساء تصيح. يابا وين عانني خالقي لخلي الرجال تصيح. يابا وين عانني خالقي لخلي الرجال تصيح. وارفع رايات البيض مبللة بالدم. الله يرحمك يا خالي ابو شهاب، الله يرحمك. معتز اشترى طحين من واحد طلع حرامي. معك حق، بس هي الاكياس لقوها بدكانة معتز، يعني التهمة لابسته لبس للاسف. يا طب وقت ضرب الصغنة ده وفاروق؟ ابو فاروق لحد هلا ما في اي اثبات انه هو اللي سرق الطحين، مجرد اقوال يعني. واللي مثبت التهمة على معتز مثل ما خبرتكم الاكياس اللي جوا الدكان، موقفه صعب كتير، خصوصي انه ما في شهود على عملية الشراء، ما في غير شريكه السابق وشهادة شخص واحد ما بتكفي، يعني الموضوع كل ما نوع عم يتعقد. لا مال القصة، طب شو حلتها؟ هو بكرة بعد بكرة بدهم يحملوا معتز على المحكمة. بيكون قدامنا شغلتين، ندفع حق الطحين وبيسقط الادعاء الشخصي وبيصفى وقت الحق العام، وهذا مقدور عليه ان شاء الله، ما تخافوا من شيء. خالد المصري. نعم سيدي انا خالد المصري. شادي سمسون. انا شادي سمسون سيدي. فواز تركي. نعم سيدي انا فواز. علي منصور. نعم سيدي انا علي منصور. انتوا الاربعه اعترف عليكم اف فاروق انكم سرقتوا طنابر الطحين من المستودعات. اعوذ بالله يا سيدي، اف فاروق اللي خلانا نسرقه. يعني بتعترف انك انت اللي سرقت؟ الله وكيلك يا سيدي، نحن ما لنا خصبه القصه كلها. ابو فاروق كتبنا سندات وعم يخلينا نشتغل الشغل غصبا عنا والله. اي والله سندات قلتولي. طيب اذا بتعترفوا بكل شيء سرقتوه من الاول انتم الاربعه، انا بوعدكم انه راح خفف عليكم الحكم. مسي رجاء انا بقدر اخذ موكلي هلا؟ اي طبعا، لانه اثبتت التحقيقات انه بريء. او جودك. نعم اشتري. قل له لمزيان يطلب. حاضر. مزيان طالع صد معتز. السلام عليكم. ابو عصاب شو صاير؟ هاتم شرم، هاتم شرم. ولو هذا واجبي. والله ما لي عرفان كيف بدي كافيه للاستاذ. اي والله لا تقولوا هيك، انا ما ساويت شيء، هذا شغل. يلا بالاذن. وين 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 بالاذن؟ شو عم اشتغل هيك؟ الله يخلينا هيك ببلاش، يعني بنحاس هيك. ولا يهمك، بكره شرفني على المكتب وبنشرب قهوه سوا. ايه يلا بالاذن. لحظه لحظه، وين ما بصير هيك؟ روحي روح وصلها. امرك يا لا لا ما في داعي، بروح لحالي. لك شلون؟ اعوذ بالله شو عم تحكي انت؟ وصل يا امرك يا ابي. الله معكم، الله معكم، مع السلامة. يلا بخاطركم. الله كتر من امثالك، كتر الله خيرك. يا سيدي بي انت من حلال الاستاذ. ايش شو من حلال؟ مصفى. اي أيوة والله، اي أيوة. أيوة والله، اي أيوة والله، الله كتر من امثالك. والله والنعمة والله. يلا يلا يا مو. تقبرني معتز. كيف لك يا مو؟ الحمد لله على السلامة، تقبرني والله. سلامة سلامة. جو تعال شوف الاحزان شلونها؟ لا بيشمل هلا عنك اخي عنك خير يا ابي. ابي تموت على مرت اخوك ولا طيب خاطرك كرتين ولا يرضى عليك بالاوضه هي دلال شو فيها؟ يلا يا ابي يلا. هدى معتز اجا بده يسلم عليكي.
يلا سارة عم يرزق حبيبي يلا قبرك عمي. شو قلت ابو العز؟ والله يا شباب مالي خلق لشيء، عم فكر طش بالبراري مثل اخي. محروق قلبي على بنته العصام يا شباب، محروق قلبي. ايش انا عم تروح من بالي؟ بس الواحد مو طالع بايده يعمل شيء. يا حرمه ليك نازله. زكي شبك يا قلبي خليتك تقفصر معي. استغفر الله العظيم. افصر معي؟ استغفر الله العظيم. انت عاجبك شغلك ابن عمي؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، بركة من الله ورزق كريم. بركة؟ عن أنه بركة عم تحكي؟ يلي كل ثلاث أيام بتجيب لي ليرة وليرتين، وأنت كنت معلم حالك، وكنت ماسك بايكة طويلة عريضة، فعن أنه بركة عم تحكي؟ لا، أنت في مين لعبان بقعلك ما في كلام؟ مين لعبان بمخك يا مرة؟ ما حدا قالب لي مخي، بس أنا عم بزعل على تعبك. لا تزعلي دخيل عينك وتحري بدنك، أنا رضيان ولله الحمد. بس أنا مالي رضيان يا جوزي، يوقف بالحارة ويفتح بسطة ويبيع عليها مسابح ومساوك والذي منه، هي مو شغلتك ابن عمي، هي شغلة ناس درويش. لك هي شغلة بتفتح قلبك لله؟ لك هي شغلة على سنة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام؟ لك لا تخليني ضوج عليكي. شو قلت لك لحتى تضوج علي هيك؟ تقول أقوالك وطل أخبارك. انقلعي من هون وليه؟ انقلعي من خليتي ترملي عن منظرك على هالمنظر. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. عم تضرب؟ بضربك وبكسر راسك انا كمان، واذا ما عاجبك روحي الباب بفوت جمال. لا مو عاجبني خود. روحي الله معك. يلا مع الجميع. يا خرب بينك شو انك امراه عاقه والعياذ بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. والله انا اخدعت يا شيخي، ما عاد في. والله بعرف يا سمعون. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. خلينا ناخذ زيان. تفضل. انت تفضل معي. بركاته شيخ. لوين؟ بلاغ من المحكمة. محكمة؟ مرتك رافع عليك دعوة مشان الطلاق. حرمتي انا؟ طول بالك سامعه، طول بالك، ان شاء الله بصير خير. روح معه. روح معه. لحظة لحظة. شيخي والله 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 يا شيخ انا عم بستغل من كل قلبي، ادعي لي هيك الله يطول ابجودات وتسلمني بدله بالمغفر يعني. توكل على الله، توكل على الله يا مزيان. روح الله يوفقك. يلا يا مزيان. ايش بحكي لك مع الشيخ الدليل؟ لك هو اذا بتاخذوني على المحاكم، اذا بتمشوا على ايديكم ها ما راح طلق. الحق معه. الحق معه. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله يا أبي. يا أبي بيه هلا هيك قصصنا صارت المحاكي. نعمان عمي يلا يلا روح أنا بحاسبه لأبوك. إيه الله معك مع السلامة. نحن رافعين دعوة على سمع والمحكمة مشان نخلص. ليش عم سار؟ هلا شفت الدراك ساحبين وسمعين باب الجامع. خرجوا الله لا يجيبوا. الله يرضى عليك، لاني عم علم لاني عم سمعني كلمتين والله يا ابو سمع. شو هو بحاسب؟ ليش مقلع مرتك؟ لا اله الا الله على النار، لا اله الا الله. عبدو عبدو ابو كرم الله يرضى عليك. شو في؟ ما في شيء عمي ما في شيء. لك عبدو ابو كرم لا اله الا الله. عبدو هذا طق علي. شو شوفوا عم نسأله قال مقلع مرته ليش؟ لأنه قالت له رجع على البيكة على شغله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو المجنون هاد؟ شو على شغله بنت أبي؟ حرام بقى طولي بالك مشان صغيرة يعني ما كنت عارفة. قوة بقى واحدة منكم تقوم تمد إيدها معي بالمطبخ. يلا يلا لطفية قومي تتري قوام روحي ساعديها يلا. بالله شو أنا انكسر ظهري من شطف البيت. قومي أنتِ هدى قومي ساعدي يا لدلال بشغل البيت وبتغيري جو. لا خلاص خلاص اتركوها وتعالوا عاونوني. لك شو صاير معك دار الرجافة؟ كل الناس لابسة قساوي. ارخي مكسورتي مالك عارفانة مين في قدامك؟ ولي على قامتك شو نسيتي وقت كنتي تلحقيني وتقليلي علميني كان الداية؟ اه
ذاتي من يوم من الله عطاكي ما انت حكيتي الناس الا بالروس من غيرك. لك على ايش على ايش على ايش ام زكيه؟ مالي رايحه لعندهم؟ مالي رايحه لعندهم؟ لا بدك تروحي لعندهم، بدك تروحي لعندهم، لانه جماعه جيرانك وبنت عصام انسرقت، واللي فاتت سرقتها انت اللي فوتيه على بيته. ايوه انا شو دخلني بالقصه؟ تقبريني شو دخلني؟ واذا سرقتها فطمه الله لا يعطيها العافيه، بس نسيتي اللي كانت ضرتي سعاد خانم شو كانت تعمل فيني؟ ولا ما بدك تتذكري؟ ابعت لك كل الامراض سوا ما تلاقي لا حقيم ولا دواء. قليلي انت شو عملتي؟ قليلي شو عملتي بسعاد؟ لكن ذكر ما ينعاد